ديالكم يتسلقوا في ميه سخونه مع شويه ديال الملحه، واجي ونوجدوا احسن صلصه ديال لي بات بطريقه مختلفه، والاهم من هذا بنينه. ما تنساوش تضيفوا شويه ديال الملحه على الماء باش تجيكم البنه في لي بات. خليوهم يتسلقوا وغنجيبو مقيله ديالنا غنديروا فيها زيت الزيتون، غنضيفوا عليها لي طوماط سوريز. من الافضل تخليوهم بهذه الطريقه هذه بلا ما تقطعوهم، وهما منين غادي يطيبوا غيطلقوا الماء ديالهم. غنضيفوا عريشات ديال الازير والقرعه الخضراء، من الافضل تكون طريه باش كطيب لنا دغيا دغيا. مره بداو تحركوهم بحال هكا، يعني شويه بالمعلقه اولا شويه هكا كتحركوا المقله غير بيديكم. اليزير كيطلق لينا مذاق زويون مع زيت الزيتون. غادي نضيفوا لي شامبينيون فخي، من الافضل يكونوا مقطعين بهذه الطريقه هذه. الخضر ديالنا سواء مطيشه اولا القرعه اولا شامبينيون دغيا دغيا كيطيبوا. غنضيفوا عليهم جوج معلقات صغار ديال التحميره اولا البابريكا، شويه ديال الابزار، واللي كيبغي السودانيه من الافضل يدير السودانيه اولا الهريسه، معلقه صغيره ديال الملحه. غنبقاو نحركوا مزيان الخضروات ديالنا حتى غادي تبدا تطلق لينا واحد الماء، ومن الافضل نسدو عليها ونغطيوها بهذه الطريقه هذه باش داك البخار اولا الماء اللي كيطلع يبقى فيها. هانتوما كتشوفوا شحال طلقات لينا الخضره ديالنا ديال الماء، وكنبداو دائما نحركوا بشويه بشويه حتى كطيب لينا المكونات، والطوماط ديالنا بحال هكا كيتفكك وكيرجع لينا بحال القطع. حريك ضروري في هذه المرحله لانه هو اللي كيخلي لينا المكونات مع الخضره كتجانس، والماء ديال الخضره كيطلق لينا بنه جد رائعه. كتشوفوا معايا القرعه بهذه الطريقه راه تقريبا طابت، وكنرجعوا نسدوا عليها وكطيب على عافيه مهيله. كل ما طابت لينا الخضره ديالنا على عافيه مهيله كل ما كتجي مزيانه وبنينه. هنايا في هذه اللحظه هذه كتشوفوها طابت مزيان وهبطات وبقى شويه ديال الماء، دونك غادي نحيدوا الغطايه وغادي نخليوها سورتو تشرب لينا الماء ديالها. هذه المرحله هذه كناخذوا جوج ديال الدروس ديال الثومه كنحكوهم. علاش درنا حتى المرحله الاخيره؟ باش كتبقى لنا البنه ديال الثومه عاطيه لينا في لي بات. دونك غنزيد معلقه اولا جوج معلقات صغار ديال الزعتر، لكم الخيار، لانه الزعتر كل كاين اللي كيبغي المذاق ديالو وكاين اللي ما كيبغيش. وهنايا غنضيف كميه من لي بات ديالي اللي سلقتهم، ونبدا نحركهم مع لاصوص حتى تجانس لينا هذيك الخضره مع لي بات ديالنا بهذه الطريقه هذه. والاهم من هذا خاص البوطه تبقى مشعوله باش دوك لي بات ديالنا كتدخل فيهم داك المرق كيشربوا لينا البنه ديال الخضره. في هذه المرحله غادي نضيفوا الفخوماج شيدار ولا اي نوع من الفروماج عندكم محكوك، بالاضافه الى الجبن الاحمر حتى هو محكوك. تقدروا تكتفيوا باي نوع من الجبن عندكم متوفر في البيت. وغادي نحركوا لي بات ديالنا، وهنايا كنوصلوا للمرحله النهائيه باش كتقدموهم بالصحه والعافيه، سورتو كيجيو بنانين، والاهم من هذا فريمون ما غاديش تشبعوا منهم، كيجيو رائعين. وفريمون ديك الخضره تعطي واحد المذاق اللي هو جد 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 هائل. وبالصحه والعافيه، هذا هو التقديم ديالي. تقدروا تقدموهم مع شويه ديال لي طوماط سوريز من الفوق، ودردروا عليهم شويه ديال اليزير مع القزبر والمعدنوس اولا المعدنوس فقط. وبالصحه والعافيه.